هو المقطع يا جماعة الخير مقطع مؤثر بصراحة، مؤثر يعني بعيد عن أي شيء من التصنع، بعيد كل البعد. لكن أنا حقيقة كنت أتابع وكنت أشوف، وأرسلت لأخوي مشعل وقلت مشعل انتبه هذه اللقطة، لو ما أطلع إلا فيها للمشاهدين الكرام وبكلام الزملاء لكفت عن هذا البرنامج. لكن المقطع اللي عرض لكم قبل شوي حبايبي الغاليين هو الضيف اللي جاء اليوم حقيقة زائر لأنس. كم مرة كررت وقلت لكم يا محمد بن منصور عطني سبب من الأسباب اللي خلتك ترجع أنس؟ يا جماعة الخير هذا واحد من الأسباب في عودة أنس. يا أنس شد حيلك، ترى الطفل اللي جاك اليوم، هذا الشبل اللي جاك اليوم من ذوي الهمم اللي على العربية وكلكم حبيتوه، شكرا لكم محمد المسردي على حبك العظيم اللي تسلمت على كفه وسلمت على راسه، شكرا للشباب على يعني التقاط الصور معه التذكارية، شكرا لكم لأنكم حضنتوه، شكرا لكم أنكم اهتميتوا فيه، شكرا لكم على أنكم أرسلتوا رسالة نحتاجها كلنا في المجتمع. اليوم جلوسكم جنب ساير حقيقة أديتوا رسالة عظيمة، شكرا لكم جميعا. لكن هذا واحد من الأسباب في رجوعك يا أنس. شد حيلك يا أنس. عطنا الكفش الروم. ها